جيوديزاين. جيوديزاين هنا شابي، مرحبا بك. عسلام ابراهيم، مرحبا. هنا كما كل اسبوع ترجعنا نحكيو على حاجه اللي تربط لا جيو بوليتيك بالتصميم بالديزاين. اليوم باش نحكيو على لا سكوند غير مونديال، لو ديزاين او سيرفيس دو ليفور دو غير. effectivement en fait اليوم بعد ما حكينا على الحرب العالميه الاولى واللي صار للديزاين بعد بوهاوس ار ديكو ار نوفو، باش نحكيو على اكبر حرب في تاريخ الانسانيه وعلاقتها بالديزاين. الحرب العالميه الثانيه اللي هي صارت ما بين 1939 و 1945 بين قوات المحور والحلفاء، هكا ربيل شويه في التاريخ، مست بلدان العالم الكل. وهوني نورمالمون باش نتسال السؤال اللي باش تسال هو اش مجيب الديزاين لبشاعه الحرب العالميه الثانيه. الديزاين اللي ديما يقعد في مخنا حاجه مزيانه وبراتيك تبدل برشا وتطور برشا وقتها وعاون زاد. واول حاجه باش نحب نحكي لكم عليها ونقول لكم عليها هي الكاسك ام 1. ايوا الكاسك اللي يلبسوها لي جي اي لي امريكان الاول ومن بعد الحلفاء. الكاسك امبليماتيك هذايا اللي تعمل باش يكون على فوا خفيف روبوست ويحمي. اما باكو الكاسك هذا تعمل من بعد برشا غوشيرش وبرشا غوشيرش براغماتيك اون فاتير، مهم تو زاد انو جيوب لي كونترانت نتاع الديران. دوكو سي الام 1 ماهوش كان كاسك، سي الام 1 نستعملو ريسيبيون باش نشربو فيه، باش ناكلو فيه كانو حلنا، باش ندوشو بيه كان لزم. سي الام 1 زاده نجمو نحفرو بيه الارض والرمل والناج تقول اون بيل. هذايا عمك الام 1 نقعدوا في اللبسات، وباش نختارت باش نبدا باللبسات نتاع لي نازي اللي عملهم مسيو هوغو بوس. وكان لوبجيكتيف نتاعو يوري بهم لو سيريو ولا كلاس هكا نتاع هتلر. وذاك علاش فيهم برشا الوان سبيسيال وفيهم دي كوب مينيسيوز وفيهم دي زامبليم اي سورتو كتفهم عراض بور مونتري لا سوبريماسي دو لا راس. في نفس السياق نتاع الحرب العالميه الثانيه والحوايج، فما برشا خدمه تخدمت على الديزاين تكستيل اي لي تيب دو تونو، خاطرها حرب مست العالم الكل. وكي نقولوا العالم الكل نقولوا يلزم لبسات ادابتي للصحراء ويلزم زاده لبسات ادابتي للبرد نتاع روسيا. دايور من الحاجات اللي كانت عائق كبير لهتلر وقوه لستالين اللبسه اللي هي انادابتي كيف السلاح نتاع لي نازي وقت اللي هجموا على اليو اس اس وجيهم البرد نتاع روسيا بالحق كلاهم. الحرب هذه زادة كانت حرب فيها اير مير و تير، دونك دوكو فما لي سومارين فما لي باراشوت فما لي بورت افيون، دونك يلزم دي دوني و دي اكسسوار جدد. دايوغ لي لينيت افياتور طلعوا وقتها وقعدوا توندونس. وهذا الكل خلى دي ماتيريو دي تيسو جدد يطلعوا في البيريود هذيك برشا. دونك دوكو نجمو نحكيو على لي باز تاع سكون ابيل اوجوردي لو فيتمون تكنيك او لو ديزاين دو فيتمون تكنيك. إذن من الحوايج حكيت عليهم برشا، توا باش نحكيو على لو كونتر بلاكي مولي. ماتيريو اللي هو ماتيريو واللي هو استعملوه برشا لو كوبل غي وشارل ايمز كي سون دي ديزاينر امريكان، استعملوه من الاول سو دوموند من البنتاغون باش يعملوا دي زاتيل ودي برونكار باش يهزوا بهم المرضى ويبلوكيو بهم ليدين ولا السير كي تبدا مكسره بور بوفوار لي ترونسبورتي ايزيمون. يهزوا بهم لي بليسي دو غير معناها. لي بليسي دو غير سور لي شون دو باتاي. اوكي. سوف كو التكنيك اللي استعملوها نتاع المولاج تاع الكونتر بلاكي واللي خدموا بها لي زاتيل هذوما لو را سيرفي من بعد باش يعملوا اون دي شيز لي بلو زامبورتونت في تاريخهم هما وتاريخنا نحنا كديزاينرات اللي هي لا شيز دي سي دبليو اللي عطات تو سا عطانا لا باد سو كون ابيل لو ديزاين اكسي سور بيرفورمانس اي لا دورابيليتي. نكمل نحكي على الحرب العالمية الثانية وباش نحكيو على لي زابري سو تيغ اي لي بومكور اللي وقتها ايزون بوسي كوم دي شامبينيون على خاطر فما لي بومباردمون ايريان وعلى خاطر من بعد جينا لو بروبليم دو نيكليير. اي دوكو يلقاو روحهم لي زاركتيكت ولي زاركتيكت دانتيريور ما عادش يخمو جوست لابيتا ولا يخمو لا نوسيون دي موديل دو سيرفي سو تيغ. هذايا الارث نتاع الحرب العالميه الثانيه اللي هو مهم ياسر في الديزاين، خاطر كان بمثابه ان غران لابو دو ريشيرش اللي العباد الكل تلوج وتخدم وتثقف الحلول فرد وقت. والاثر هذا مازال موجود الى يوم من هذا ومازلنا باش نحكيو عليه في دي بيزود اخرين. اون اتوندون كانكم تحبوا تشوفوا لي زوبجي دو لا دوزيام غير مونديال تنجموا تمشيو للو موزي نتاع ميرث.
اللي هي سلايتي ان ليني امبورطونت في ليستوار دو لا دوزيام غير مونديال. اكسلون اكسلون هاني شيب، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، ميرسي بور تو سو بارتاج. احنا موعدنا يتجدد معاك ان شاء الله الاسبوع القادم مع جيو ديزاين. شكرا لك.